فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قبل زوجته ناسيا أو متعمدا وهو محرم، فهل يلزمه فدية في ذلك؟ إذا كان ناسيا فليس عليه شيء، أما إذا كان متعمدا وحصل منه إنزال كما سمعتم هذا عليه الفدية، ولكن لا يفسد نسكه، لكن عليه الفدية. وإن لم يحصل منه شيء فيأثم على فعله ويستغفر الله ولا يعود لمثل هذا. قوله تعالى فلا رفث